اليوم مشاهدينا رح نتعرف على مخرجي بارزه من الجيل الجديد من المخرجين اللبنانيين. برحب بماريا بولوس. اهلا وسهلا فيكي ماريا. ماريا، انت مش تلميذه، تخرجتي بال 2008، درست الاخراج حتى مش بلبنان، سافرتي على فرنسا وتخصصتي هناك بالاخراج، وكمان بتمارسي مهنه اخرى، عندك دكتوراه بالفارماسي، فاليوم انت عندك دبل بروفيشن او مهنتين عم بتمارسيهم. وباكد للمشاهدين انه ببراعه، خاصه بعد ما نشوف مشاهد من فيلمك. قدمت عده افلام قصيره وهيك واعمال بمجال السينما، انما هالفيلم هو اول فيلم طويل لإلك، وعنوان السترة. سترة، صح. خبرينا كيف طلعت فكره هالفيلم. هو انا عايشه بفرنسا، كانت وقتها طلعت الفكره. كنت حابة أعمل شيء عن لبنان، يعني نقي شيء موضوع سوسيال بلبنان، وكان وقتها فترة على التلفزيون بفرنسا كتير في روبورتاجات عن الشيرورجي استاتيك بالعالم. كان في شغلة شفتيها عن لبنان بالتلفزيون الفرنسي، هيك كانت طلع لبنان قدام البرازيل بالشيرورجي استاتيك بالعالم. يعني حولي كان كتير انه في تساؤلات، كيف لبنان، نحن البرسبسيون عنا للبنان انه بلد بحرب ودمار ومشاكل اجتماعيه، كيف المراه هالقد. فبلشت انه نحكي عن الكونتراديكسيون بالمجتمع اللبناني، وحبيت انه هيك جانفستيج اكثر. يعني كان في ريبورتاج على التلفزيون الفرنسي عم بيقول انه لبنان من الدول الاولى اللي بتهتم بالجراحه التجميليه، وقد ايه في تناقض بين الواقع اللبناني اللي هو يمكن واقع حرب وصعوبات ووضع امني كمان كثير متقلب، وبنفس الوقت قد ايه المجتمع اللبناني وبالاخص المراه اللبنانيه بتهتم بمظهرها. هيدي الصوره عم تنعكس على المجتمع الفرنسي والمجتمع الاوروبي والعالم كله، يعني اللي عم بينصدم بهالواقع. مزبوط. فحبيت اكثر افهم، اجرب افهم اوتوكا اهتمام المراه والمجتمع بالابارانس وبالفيزيك بوقت في كثير امور يعني صعبه، واقع صعب مش مهتمين فيه بالضروره، بس منه كثير يعني. نعم. التركيز الاول للمراه. يعني بلشت فكره الفيلم كمشروع فيلم وثائقي عن وضع المراه بلبنان، لتحقق يمكن بهالواقع اللي عم بينقلوه على الشاشات الاوروبيه. واستغنمت الفرصه انه كان لك دعوه حتى تحضري عرس صديقه لك، صديقه من الطفوله بلبنان. صديقه من الطفوله، فاستغنمت الفرصه وقلت يمكن الزواج بحياه المراه اكيد ايتاب مهمه كثير يعني، وبحسه انا وقت ارجع اون فاكونس وكيف عندي شوي هيك بريسيون من عائلتي او من المجتمع اني اتزوج انه ابن عائله. فقررت انه صور هيدا يكون مثل فيل كوندكتور للفيلم، هذا الزواج. نعم. يكون الباز يعني الاطار. ايه. اطار الفيلم. صح. حول هالحدث. صح. المهم بحياه صديقتك اكيد. ومرحله اذا بدك انتقاليه لإلك بحياتك. مزبوط. انت لانه كان لي كم سنه عايشه برا ماريا؟ صار لي 12 سنه عايشه برا. بس لما رجعتي حتى تصوري هالفيلم قد ايه كمان؟ شي 11 سنه. 11 سنه. فتره طويله عشتيها برا وعم بتشوفي اذا بدك على لبنان من عيون أوروبية. وجيتي فجأة على لبنان ولقيتي واقع مختلف تماما. خلينا نشوف أول مشهد بس ناخد فكرة عن أجواء الفيلم ومنكمل حديثنا. It's not about a fight or a struggle for me personally between men and women. It's about the fight with the laws. I mean, my God, how, I don't know what's the word, how angry I was, how disappointed I was, I was enraged when the law didn't pass in the Lebanese parliament that protects the women from domestic violence. That was insane to me. I mean, it did not pass. So this is where the struggle is, to fight that and change the laws. La loi sur les violences conjugales dont parle Lina Khoury a été rejetée par le parlement libanais sous la pression des autorités confessionnelles. Au Liban, les lois relatives au statut personnel telles que le mariage, le divorce, la vie familiale, la succession sont traitées par des tribunaux religieux qui dépendent de chacune des communautés. Mmh.
Je me pose à Gemayzé, dans un café. Deux filles à côté de moi, je les écoute. Elles sont jeunes. Elles sont très jeunes. Elles sont engagées aussi. Elles racontent l'amour, le désir, mais aussi l'évolution de la société par rapport au statut de la femme. Disons que ce n'est pas encore tout à fait ça. C'est un désir de changement. C'est un désir de changement. De changement de quoi? Parce que leur monde dans lequel elles vivent n'est pas... Parce que le gouvernement est hyper dominant. Il oppresse tout le monde. Surtout côté sexuel, parce que déjà, tu as dans la loi l'interdiction de tout rapport sexuel entre un homme et une femme avant le mariage, que ce soit un baiser ou des caresses. Et il y a des mouvements féministes au Liban, comme Nassaoui, qui revendiquent beaucoup de choses. Et parmi ces choses, c'est ça, c'est le droit à avoir le plaisir, le droit d'être à égalité avec l'homme, aussi sexuellement que je sais pas, que dans politiquement, sa carrière, que légalement et tout. Tu vois, et par exemple ça parle vraiment de la sexualité au Liban, que l'homme a le droit de violer sa femme légalement. Non, oui, légalement, ouais. Il a le droit de violer sa femme s'il est marié, oui. ce qui implique radicalement que le plaisir sexuel est plutôt pour l'homme et pas pour la femme. Ça, c'est au Liban, mais c'est l'état de la loi et tout. Mais il y a un peu d'espoir, quand tu l'as dit. Pas un peu, il y a un grand espoir. Déjà que c'est public, déjà qu'il y a des posters, que tout le monde peut voir ça. C'est pas underground. Ouais. Déjà, c'est immense. Et je crois vraiment que dans quelques années, ça va changer. Et je crois qu'avec ça, beaucoup de choses vont changer. La femme va savoir que moi, je peux revendiquer des droits aussi bien que l'homme. Et ce qui est très bien. Et donc dans la sexualité, progressivement, va devenir vraiment... يعني من خلال توجهك على لبنان لحضور زفاف صديقتك من الطفولة ماريا، عم بتضوي على قضايا أساسية عم بتواجهها للمرأة اليوم بمجتمعنا. شفنا الممثلة والكاتبة لينا خوري عم تعطي رأيها بهالموضوع، وبتصور هذا رأي كان كل النساء بوقتها، هذا قبل أكيد ما أقر قانون حماية المرأة من العنف الأسري مؤخرا، وياريت ما أقر بهالظروف من دون أي تعديلات. هذا زاد غضب بتصور النساء والمؤيدين لهالتعديلات. شو لقيت الواقع؟ شو اكتشفت عن وضع المرأة بعد 11 سنة غياب عن لبنان؟ يعني هون وكأنه أنت من المفترض أن تكوني عم بتعلقي على الأحداث اللي عم بتشوفها بهالوثائقي. هل كانت نظرة امرأة لبنانية غابت فترة طويلة، أو نظرة شخص أوروبي عم بينظر للواقع اللبناني، واقع المرأة بلبنان؟ لا، هي جربت أكثر صور نظرة المرأة لواقعها بلبنان. يعني هي كيف تنظر لحالها، يعني كل يعني الانترفيوز مع لبنانيات، يمكن شوية كاتبة ومخرجة، بس كمان مع ناس بالشارع، كيف هن يفسروا لي عن وضعهم. يعني أنا ما كنت جيت مع دي بريجوجي، جيت أكثر افهم. يعني عملت مقابلات عديدة ماريا، ولكن للأسف ما بعرف إذا هيدا، ما بتصور هيدا رأي معظم النساء بلبنان. لو كان هيدا رأي معظم النساء بلبنان ما كنا وصلنا لمطرح ما كنا. النساء اللي استعرضتيهم بهالفيلم هن المتمردين إذا بدك بالنسبة لواقع المرأة بلبنان. يعني هذا المشهد يمكن نقيته لأنه هلا حاليا عم نحكي عن الواو، وهي شو داكتشاليتي. يمكن ماني كتير فاتي بالديتاي تبع الواو، كنت شوي انبسطت بالاول انه لقيتي فوتي، بس بعدين عرفت انه في امور مانا ساتيسفيزونت يعني 100%. عملتي مقابلات عديده بمشوارك على لبنان، شو اكتشفتي عن راي المراه؟ واقع المراه؟ انه واقع صعب، واقع صعب. هي عارفه تماما شو وضعها؟ هي عارفه انه واقع صعب. كمان لقيت باراجراف تاني هلا بتشوف شيء شوي يعني من النساء بالشارع بتحكي انه وضعها صعب وبتحس حالها بحبس. وضعها صعب، نحن بنفكر انه في اختلاف كثير كبير بين المناطق بلبنان، ممكن يكون اختلاف حريه شوي مش فيك، بس انه بالظهرات يمكن باللبس ممكن تكون، بس بالنهايه في نوايو معين انه المراه عندها كثير حواجز وعندها بريسيون قويه عليها، ضغوطات من ضغوطات قيود اذا بدك، قيود معينه مضبوط، اجتماعيه، باختياراتها، بحريتها اليوميه. فبالنهايه ما في كثير فرق
يعني أكثر شيء قدرت لاحظه أنه ما في هالقد فرق بمجتمعنا على الرغم من اختلافات. يعني توجهتي على مناطق مختلفة بلبنان؟ مختلفة بيروت كتير بس بكل مناطق ولقيتي أنه الأراء متشابهة الفون يعني متشابهة جدا أنه المرأة بتحس أنه عليها ضغط بكتير أمور. حتى في ناس بيقولوا أنه بالجامعة ما نقينا اختصاصات معينة لأنه ما بتناسب أنه من 8 للخمسة نجيب أولاد وهيك. يعني منحس انه البريسون بتبلش من انت وصغيره بتاثر على اختيارات من بتاثر اكيد على خياراتنا خلال حياتنا. وسط هالقضايا العامه اللي عم تطرحيها في قصه ماريا اللي اجت على لبنان حتى تحضر عرس صديقتها، خبرينا شو كانت احداث هالمناسبه؟ يعني مثل ما قلت ماريا بترجع على لبنان تحضر عرس رفيقتها وتجرب تفهم امور معينه عن المراه وعن مجتمعها بالنهايه لانه وعن الايدنتيتي الهويه اللبنانيه وهويه المراه اللي هي سؤال كثير صعب واكيد ما عندي جواب له حتى من بعد الفيلم. وبتكون كمان هي كأنه انا عشت بلبنان وتربيت بلبنان واهلي بلبنان وفلت ففي شوي مثل تناقضات بين وصار في تساؤلات حول ماريا ذاتها ليش ماريا وصلت لعمر 29 سنه بوقتها وبعدها ما تزوجت وبعد السؤال مطروح يعني و بقت هيك. خلينا نشوف المشهد الثاني. يمكن لبنان احسن من الكرات اللي حواليك لحدود الحدو دائما افضل بس بتضل انه لا بدها اذا بدها تاخذ ليه عم ليه انه خاصه نحن هون كبيئتنا انه هون شوي كمان حالك محبوسه ببيئه معينه انه قد ما بحاول انا بطلع بس بضلني لا بقول لا لازم يعني اذا بصدق امور اذا بدي ادور سياره تنقل روح الساعه 12 بعت الهم المستمع يعني بدي ضلني بالحبس يعني ليش شو حكوا شو عملوا قد ما تقدم بدي اضلع اكيد. Je marche dans les rues de Hamra. La nuit est tombée. Je pense à toutes ces femmes que j'ai rencontrées. Je pense à la femme derrière la grille verte. J'ai 30 ans et je suis loin de la vie que j'avais imaginée. À 30 ans, je pensais que j'allais être une femme heureuse, amoureuse, épanouie. Et je suis là, à marcher dans les rues de Hamra. Je bois un verre, à Temar Bouta, je repense à Marwan, à cette porte que je n'ose pas pousser. Je me dis qu'il va falloir que j'y aille, que je frappe à cette porte. J'imagine. J'aurai une robe rouge à la Marilyn, des chaussures à la main, des talons. Et les talons, c'est un peu comme le réveil, ça n'a jamais été mon truc. Il faudrait que je boive beaucoup. Que la nuit soit douce. Je passerai devant cette porte. Peut-être que j'oserai frapper. En espérant qu'il ouvre. En espérant qu'il me prenne dans ses bras. Et là, je serai celle que j'ai voulu être à 30 ans. حلو كتير القصة. يا ريت فينا نكملوا الفيلم مدته ساعة ماريا. وشفناكي هون بآخر مشهد عم تحكي عن واقعك أنت، عن قصة يمكن أو وحب يمكن ضاع منك بالماضي بسبب هالقيود والضغوطات الاجتماعية ويمكن من ورا التجارب اللي عشتيها بالخارج من ورا كل الشهادات اللي قدموا لك إياها نساء اللي التقيتي فيهم هون بلبنان. هالشيء كان دافع لإلك حتى ترجع تدقي على هالباب، ترجع يمكن تعيشي هالقصة اللي يمكن راحت من إيديكي وبدك ترجعي تحييها. صح. وهيك بصير بالعرس، بالعرس بيكون هو معزوم على العرس فبتقوم تشجع حالها بتقوم وبتعزمه على الرقص وهي مثل انه بتقرر تاخذ سون بونور سعادتها بايدها ما تضل يعني تحت قيود المجتمع بتقرر هي تتصرف واللي بدها تروح تاخذ. من خلال اللي شفتيه ماريا بعد طول غياب بتلاقي انه المراه اللبنانيه عايشه حرمان بالنسبه لهالسعاده اللي عم تبحث لها؟
يعني انت عشتي كل هالفترة الطويلة وما قدرت تحصلي على السعادة اللي كنت تحلمي فيها انت وزيري، فكيف اذا المرأة اللي عايشة بهالقادر بهالإطار بهالأجواء ضمن هالضغوطات؟ بعتقد مثل ما قلت لك قبل شوي في يمكن الوايات في مجتمع وفي كمان قصص بيرسونال، يعني في انت قد ايه ممكن تتخطي على مخاوفك الشخصيه على الكومبلكس تبعك يعني وحتى شوي تتمرد يعني على مجتمعك. يعني مسؤوليه على كل امراه اذا كان عندها الرغبه انه تطلع من هالاطار او الكادر اللي حطينا فيها او نحن ساهمنا انه نحط بهيك كادر، يعني مش عم تدعي للتمرد هون بس عم تدعي انه احملوا مسؤوليه على الموقع اللي انتم فيه. مزبوط، وخذي اختياراتك بايدك، اذا عندك اختيارات ممكن تلاقيها مش 100% مع مجتمعك او مع عائلتك او مع رؤيتي الاخرين لك، نعم. بس هيدا انت الشيء بدك اياه روح عليه، خذي اختاري، كوني حره باختياراتك، دائما يكون عندك خيار. هلا فيلم سترة شارك بالبيروت انترناشونال فيلم فيستيفال باكتوبر الماضي، شو كانت الاصداء؟ كتير حلوة، لا كانت أصداء كتير بوزيتيف، يعني كتير نساء كانوا موجودين وأكدوا أنه صح، حتى لو مبينين يعني ناس متعلمين ناس اللي واصلين على جامعات وهيك بحسوا بهالبريسون تبع المجتمع أنه دايماً في أمور معينة لازم المرأة كادر معين المرأة تطلع لازم منه. تفوت فيه. عرضتي بفرنسا؟ عرضته بفرنسا إيه لا بروجيكسون بروفيسيونيل، يعني ايه كنت اكثر فكرتهم انه ايه الوضع بعده مش هيدا، ولكن شوي اثرتي على الراي المجتمع الفرنسي لانه عم بتحاولي تفرجي الصوره الحقيقيه اللي بتختلف عن البلاستيك سيرجري اللي دائما بغطوا عليها وبضوا عليها عنا بلبنان. انا بهنيكي على هالعمل ماريا، وبهنيكي بالمجالين اللي انت عم تشتغلي فيهم، وناطرين كل عمل جديد لك بنتمنى نضوي عليه لما تكوني بلبنان. انت حاليا عايشه بلندن، بنتمنى لك التوفيق وين ما كنتي بالعالم. اهلا وسهلا فيكي. وقفي مشاهدينا وبنرجع لكم.